الرقص الشعبي البشتوني فن متنوع وموروث حضاري يحكي الكثير من تاريخ البشتون. وللوقوف على هذه الثقافة نلتقي بالراقص خنزادة اسفنديار ختك الذي كرس حياته للحفاظ على ثقافة الرقص الخاصة بهم. أنا أحب الرقص وأحب ما قاله مولانا الرومي عن الرقص، وهو أن كل حركة في هذا الكون المتحرك هي رقص. كل شيء في الدنيا يتحرك من الذرات حتى أكبر شيء، وهذا ما يثبته علم الفيزياء الحركية. يعرف اسفنديار الرقص بالحركة، فالبقاء متحركا روحيا وجسديا هو الرقص التقليدي. إذا أردت وقف هذه الحركة فلن تبقى الحياة، إنه الموت فحسب. إن الحياة من غير رقص في نظري هي الموت. إن الرقص هو أكثر طريقة مترابطة للتعبير عن ثقافتك التي تنحدر منها. الرقص البشتوني أو رقصة الختك بالسيوف قد طورها وحافظ عليها أجدادنا لأنها كانت نوعا من التدرب على القتال. بكير يونس بيشاور، الميادين.